في هذه اللحظة الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط التاسع عشر في المجموعة، هذا هو الشوط الثالث لفئة الزمول أو الخامس لفئة الكبار، الثالث للزمول انطلق بحفظ الله وسلامته. أتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط في سباقات الأصايل الأسبوعية لفئة الكبار، وأتمنى موسم حافل لجميع الإخوة المشاركين في هذه السباقات التجهيزية والتأهيلية للختاميات والموسم على الأبواب. اللي في أول المراكز عدو البازي سيد حمد بن سالم بن دوحة، في أول المراكز ثاني المراكز الحاصل لسيد حمد بن سعيد بن طفلة مع الحاصل في ثاني المراكز، ثالث المراكز وصل السوغال للسيد نايف بن مبارك في هذه اللحظة الحفل الكريم في ثالث المراكز، الرابعة المراكز واصل في هذه اللحظة الحفل الكريم. واصل الشهيد للسيد راشد بن محمد المري في رابع المراكز، خامس المراكز وصل الشافي، هذا هو السنافي بدعوة ملكية السنافي للسيد حمد بن محمد بن عبدان مع السنافي في هذه اللحظة انت في خامس المراكز. نرجع للمقدمة ولهذه الانفرادة مع شعار حمد بن سالم بن دوحة اللي في أول المراكز، هذا الباز للسيد حمد بن سالم بن دوحة في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز زي الحبل الكريم واصل، هذا الحاصل للسيد حمد بن سعيد بن طفلة المري مع الحاصل في ثاني المراكز، ثالث المراكز زي الحبل الكريم أواصل السنافي للسيد حمد بن محمد بن عبدان، ولكن خلك مع بن دوحة، راح بن دوحة بالمركز الأول وبالناموس حتى هذه اللحظات وانفرد انفرادة تامة. هذا هي الحفل الكريم الباز، وطار الباز مع بن دوحة للسيد حمد بن سالم بن دوحة في أول المراكز، هذا كما رأينا هذا الشعار على مهاجر الذي صال وجال في الميادين وكان له صولات وجولات، مهاجر لأسرة الدوحة، هذا في هذه اللحظات هذا الشعار على الباز للسيد حمد بن سالم بن دوحة في أول المراكز كما تشاهدونه على شاشة التلفزيون، هذا الباز في أول المراكز. أما اللي في ثاني المراكز اللي واصل الحاصل للسيد حمد بن سعيد بن طفلة مع الحاصل في ثاني المراكز زي الحفل الكريم، هذا الحاصل كما تشاهدونه للسيد حمد بن سعيد بن طفلة المر في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز واصل في هذه اللحظات، هذا سوغان للسيد نايف بن مبارك مع سوغان في ثالث المراكز، رابع المراكز واصل في رابع المراكز في هذه اللحظات أي الحفل الكريم كما تشاهدون هذا الأداء مع السنافي للسيد حمد بن محمد بن عبدان، خامس المراكز وصل شاهين للسيد راشد بن محمد المر في خامس المراكز في هذه اللحظات. نرجع ونعود لأول المراكز وللمقدمة وهذه الانفرادات التامة، هذه الانفرادة التامة مع الباز للسيد حمد بن سالم بن دوحة اللي في أول المراكز، أما زال الباز أي الحبل الكريم، هذا الأداء المميز مع حمد بن سالم بن دوحة في أول المراكز كما تشاهدونه، وهذا الأداء المميز هذا الباز وهذه الانفرادات التامة للسيد حمد بن سالم بن دوحة المري في أول المراكز، هذا الأداء ولكن بن طفلة واصل الحاصل للسيد حمد بن سعيد بن طفلة المري في ثاني المراكز، ولكن الباز حتى هذه اللحظات طار الباز بالمركز الأول والناموس للسيد
السيد حمد بن سالم بن دوح المري. أما اللي في ثاني المراكز هي الحفل الكريم واصل الحاصل للسيد حمد بن سعيد بن طفلة المري في ثاني المراكز، ولكن الباز وراح الباز انتزع المركز الأول الباز، والناموس حتى هذه اللحظات مع الباز ومع بن دوح حمد بن سالم بن دوح في أول المراكز مع الباز كما تشاهدونه على شاشة التلفزيون، ولكن بن طفلة لا تأمن بن طفلة واصل نايف بن مبارك في ثالث المراكز اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات هي الحفل الكريم واصل سوغان لسيد نايف بن مبارك. هذا هو سوغان في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ولكن الباز حتى هذه اللحظات هي الحفل الكريم في أول المراكز، ولكن نايف بن مبارك اتسلل في هذه اللحظات. هذا هي الحفل الكريم، هذا اللي في أول المراكز اتسلل سوغان لسيد نايف بن مبارك بن ثلاب الهاجري اتسلل مباشرة وانتزع المركز الأول. هذا هي الحفل الكريم، في أول المراكز سوغان لسيد نايف من مبارك نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز لسيد نايف من مبارك بن ثلاب الهاجر على هذا الفوز والأداء المميز. هذا هو الحفل الكريم، سوغان انتزع المركز الأول وسيطرة سيطرة تامة، التهاني والناموس موصول للسيد محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري اللي وراء خلف هذه المسايرة المميزة. كما نهني لثلاب ونهني الوالد راشد بن ثلاب الداعم الرسمي لهذا الشعار، تهانينا والناموس على هذا الفوز والأداء المميز، تهانينا للسيد نايف بن مبارك بن ثلاب الهاجري. وصل في ثاني المراكز السنافي للسيد حمد بن محمد بن عبدان، وفي ثالث المراكز وصل الحاصل للسيد حمد بن سعيد بن طفلة. التوقيت الزمني لهذا الشوط أي الحفل الكريم 6:41 و61 جزء من السنة، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.